حسين عرض عم ينطلق بهجمه بهاللحظات و للاعب الرقم 30 بتنقطع منه الكره بهاللحظات. عرضة ترجع لحسين عرضة تمريرة كرة لعند عدنان ملحم. عدنان عم ينطلق عدنان عم ينفرد عدنان 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 حاليا لعدنان ملحم. حسين عرضة لاعب فريق شباب البرج. حسين بتروح الكرة لعند مهدي طليس. مهدي طليس لمرد يا سلام الكرة حسن هزيمة عامر محفوظ. حسين عرضة عم ينطلق الكاونتر اتاك بهاللحظات بمرر انطلاق الشوط الثاني. الكرة لعند اللاعب عدنان ملحم. عدنان بمرر الكره